أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من مصر النهاردة. إحنا بدأنا في شهر يونيو، بكرة 5 يونيو 2018، 5 يونيو 1967. اليوم ده كان يوم طرح السؤال المهم: لماذا انهزمنا؟ السؤال اللي سألوه كل العرب من المحيط إلى الخليج، خاصة المصريين: لماذا انهزمنا؟ خلي معاك السؤال ده طول الحلقة أو طول الفقرة دي، ونبدأ من الأول. في حكايات القصور، الحكايات اللي بتنشرها جريدة الشروق نقلاً عن كتاب مبارك وزمانه بتاع هيكل، بيحكي هيكل في الكتاب ده كما ورد في حلقة 19 اللي هي النهاردة، ورد الموقف ده بالظبط. مبارك التقى بهيكل، فلما التقى بهيكل عرض عليه انه ينضم للحزب الوطني او يرجع الاهرام. هيكل رفض العرضين، فمبارك قال له: صعب قوي ان واحد زيك ما يكونش جوه الصحافه المصريه. قال له: انا سبت الصحافه من ساعه ما خرجت من الاهرام. قال له: انضم للحزب الوطني. ده مبارك اللي بيقول. هيكل قال له: انا ما انضمتش للتنظيم الاتحاد الاشتراكي ايام مبارك، ايام عبد الناصر، رغم ان عبد الناصر ألح عليا كتير جدا، لكن انا ما انضمتش ومش هنضم للحزب الوطني. رد مبارك وقال له: لا، لازم تنضم، اكيد اللي زيك لازم نستفيد منه او البلد تستفيد منه. رد عليه هيكل وقال له: بالعكس، انت جاي تقول لي انا انضم للحزب الوطني بينما انا وزمايلي بنقول لك سيب الحزب الوطني، سيب الحزب الوطني. رد عليه مبارك في الجملة دي قال له الآتي. فرد هيكل ضاحكا قال له: أنا ما تقلقش عليا، مش هنضم لقائمة المتعطلين عن العمل لأن عندي عقود لكتب جديدة. مبارك سأله قال له: مش تنضم للصحافة؟ فقال له: لا، أنا دوري انتهى بعد ما خرجت من الأهرام، وهسيب ده مجال للأجيال الجاية. فمبارك قال له: خسارة للبلد ما تستفدش منك، وقال له: لازم تنضم للحزب الوطني وإن المجال فيه بلا حدود. فقال له هيكل: أنت تريد أن تضمني إلى الحزب الوطني وأنا وغيري نريدك أن تخرج منه. فسأله مبارك عن السبب: وهل الأحزاب بعبع؟ فهي وسيلة للعمل السياسي. وأضاف بلهجة قاطعة: لو أنا سبت الحزب، الحزب هيقع. أهو، وأضاف بلهجة قاطعة: لو تركت الحزب فسوف يقع. هنا رد عليه هيكل كما هو وارد في كتاب مبارك وزمانه الهيكل، وكما هو منشور النهاردة، قال له: ده معنى كده ان الحزب بتاعك ملوش اي ظهير شعبي. اذن مبارك الحزب الوطني ظل حزب وطني بوجود مبارك، دولة الرجل الواحد. افتكر السؤال: لماذا انهزمنا؟ لان مصر بيديرها واحد، شخص واحد. عبد الناصر كان بيديرها واحد، السادات كان بيديرها واحد، ومبارك كان بيديرها واحد. الاستاذ عبد الله السناوي بيتكلم عن نبوءات 5 يونيو. في بداية مقال الأستاذ عبد الله السناوي ضرب مثال على مجموعة من الأعمال الروائية اللي تنبأت باللي هيحصل في 67، منهم روايات للطف الخولي وتوفيق الحكيم وغيره وغيره وغيره، وبيقول إن الروايات دي كانت فيها نبوءة للي هيحصل في 67، الدولة اللي بيتحكم فيها واحد. وذكر عبد الله السناوي في المقال ده مجموعة قليلة من الروايات اللي تنبأت بمستقبل دولة الرجل الواحد. وبيكمل بقى عبد الله السناوي بعد ما ذكر الاعمال اللي تنبأت قبل 67 باللي هيحصل في 67، بيقول: كل ذلك او كان ذلك تعبير عن حجم التناقض بين مشروع متسع تؤيده جماهير عريضه في مصر والعالم العربي، وبين نظام ضيق افضت اوجه خلله ان تجري هزيمه يونيو بهذا الحجم المروع. عبد الناصر توصل الاستنتاج نفسه بكلماته وحروفه قبل الهزيمة العسكرية بأسابيع، بنص كلماته يوم 30 إبريل 67، لما قال، وده اللي نقل عنه اللي دون الكلام ده هيكل، عبد الناصر قال: إن الأزمة لم تعد أزمة أشخاص، إنما هي أزمة نظام. القوى الاجتماعية والأفكار التي أطلقتها الثورة قد أصبحت أكبر من النظام السياسي الذي أقامته. إن المستقبل يقتضي صيغة جديدة تماماً، وإن الحزب الواحد في هذه الظروف وهذا العصر أصبح لعبة خطرة. إن الحزب الواحد بغير معارضة قد أثبت أن عيوبه أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي لابد وأن تكون هناك معارضة تكون لها صحفها
لكي تستطيع أن تعرض أفكارها على الناس ولكي تكون رقيباً على تصرفات الدولة. باليقين كانت هناك مؤامرات على ثورة يوليو لإجهاض مشروعها، غير أنها ما كانت هذه المؤامرات لتمر لولا الثغرات الداخلية في بنية النظام المقفول الذي يعلق مستقبل البلد على مجهول بتعبير عبد الناصر. أيا كان تصدق هيكل أو ما تصدقوش، لأن هيكل كان بيخترع أحداث لنفسه وفي شهود على أن هيكل اخترع أحداث، فيبدو أن هيكل هنا عايز يورينا أن عبد الناصر كان مدرك لأزمة نظامه قبل 67. لكن السؤال، وهل عبد الناصر عمل أي حاجة عشان يلحق الكارثة؟ ما عملش أي حاجة على الإطلاق. لماذا انهزمنا؟ ده كان السؤال اللي سألوه المثقفين بعد 67. لماذا انهزمنا؟ ده السؤال اللي الناس خافت تقوله، خافت تجاوب عليه، لأنها كانت دولة الرجل الواحد. عبد الناصر هو رئيس كل شيء في مصر لحد مرفق المياه والصرف الصحي. عبد الناصر بيعين كل الناس من أول وكلاء النيابة لحد القناصل والسفراء وحتى رؤساء الشركات، وبالتالي كانت النتيجة هزيمة ما بعد هزيمة. لكن قبل هزيمة 67، قبل 5 يونيو اللي هو بكرة، قبل بكرة بالظبط، كان في ناس متدروشة ومصدقة إن إحنا طلعنا القمر. كان في ناس مش مصدقة أبداً إن جيشنا العظيم ممكن أن يهزم، وإن هذا الرجل الخارق العابر للتاريخ مش معقول مش واخد باله. الأستاذ الدكتور حسن نفعة كاتب بيقول: ما زلنا نعاني في مصر والعالم العربي من آثار هزيمة 67 رغم مرور نصف قرن دون أن نتمكن من استخلاص دروسها الصحيحة. متى ندرك أن نظام ثورة يوليو الاستبدادي هزم مشروعها التحرري، وأن بناء مستقبل أفضل يتوقف على قدرتنا على بناء نظام ديمقراطي شفاف يشارك فيه الجميع ولا يستبعد منه أحد؟ ده اللي قاله الأستاذ حسن نفعة. لكن خلونا أعيشكم زي النهاردة في 67. كان في ناس، المصريين عموم، المصريين اللي بيحبوا عبد الناصر كانوا متدروشين، كانوا واكلين تطورة، كانوا واكلين حشيش ومغيبين في أحلام ومتخدرين تماما بخطب عبد الناصر. لكن كان في ناس تانية مدركة حجم مأساة البلد، بس الناس دي ما كانتش تعرف تتكلم، الناس دي ما كانتش تعرف توصل صوتها. النهاردة أو واحد بيحكي اسمه وسيم فريد، بيحكي ان هو وهو شاب صغير كان له صديق يهودي مصري اتولد في مصر. هذا الصديق كان بيجيد لغتين، انجليزي وفرنساوي، وكان بيشتغل في الايجيبشن جازيت وبيترجم التلكسات، وقتها كانت التلكسات اللي جاي من بره او اللي بتعدي على محطات الاخبار في العالم. وبيقول ان احنا فوجئنا بان صديقنا مويز ده تقريبا، او موريس ده اليهودي، في يوم قاعد على القهوة زعلان جدا ومكتئب وحالته بالبلى، فسألناه ايه المشكلة؟ فقال الآتي، انا هنقل منه عشان بس ايه مفتيش يعني. بيقول ذكريات النكسة، ده وسيم فريد على الفيسبوك، بيقول: في 67 كنت مهندس في احد مصانع القطاع العام، وكنت زي كتير من الشباب يعني بتعجيله ناصري وعضو في منظمة الشباب. افتكر معايا الجملة دي، عضو في منظمة الشباب، المنظمة اللي كانت بتاخد طلبة الجامعة والثانوية تدربهم على ايد اسمه ايه ده، شهاب اللي هو الوزير دلوقتي وبتاع التعليم القديم ده، وشوية الناس اللي كانوا موجودين في عصر مبارك او اللي باقي منهم لحد دلوقتي ناس، يدربوا الشباب دول ويسقوهم الميثاق بقى وبيان مارس والناس دي. هو بيقول: انا كنت عضو في منظمة الشباب، اصدق كل ما يصبونه في عقلي من ايديولوجية، واحضر بصفة منتظمة الامسيات والمحاضرات الى اخره، يعني في مباني او بعمدة الاتحاد الاشتراكي واللي انتهى به الحال عشان يبقى الحزب الوطني اللي اتحرق. وطبعا كنت متأكد زي كتير من جيلي بان انتصارنا في 65 ما كانش سياسي فقط، بس كان عسكري. 56 كانش سياسي بس، ده كان عسكري، وانتصرنا على 3 دول واكتسحنا. وبيقول: كان لي اصدقاء الدراسة بكلية، صديق مصري يهودي اسمه مويس، كان شخص مثقف متفوق متميز، عنده انجليزي وفرنساوي زي الفل، بيشتغل مترجم في جريدة الإيجيبشن جازيت، ده من ساعة ما كان طالب يعني. ثم حدث أنه بعد ما تم عبد الناصر أعلن إغلاق خليج العقبة ولاح الكثيرين الحرب خلاص هتقع، وأنه لا محالة، جماعاتنا جالسة كان فيها مويس ده واتنين أصدقاء. وبيقول: لاحظنا أن مويس ده كان مهموم للغاية وسرحان وحالته مش كويسة، وصرح لنا بأنه قلقان على نفسه وعلى والديه المسنين،
لأنه كان الابن الوحيد، وفي حالة نشوب الحرب ربما سيتعرضون لكثير من المتاعب. طبعا رديت عليه، ده وسيم اللي بيقول أنه مصري وأن اللي هيتعرض له هو اللي هنتعرض له كلنا. فالولد أو الشاب اليهودي ده أجاب باقتضاب، قال له ده إذا انتصرنا على المصريين، يعني إحنا يعني كمصريين إذا انتصرنا تبقى حالنا كويسة. طبعا هذا الرد كان صادما، لأنه طرح احتمال ما كانش في خاطرنا على الإطلاق حتى في أسوأ الكوابيس. إزاي تقول إذا انتصرنا؟ إحنا لازم هننتصر. وأردف قائلا مويس إنه بيشتغل مترجم، وإنه بيترجم كل اللي بيوصل للجورنال من الخارج على أجهزة تيكرز. ده كان وسيلة زمان، زي التلغراف، زي الحاجات دي كانت وسيلة زمان يعني. وإنه بيعرف الكثير مما لا نعرفه نحن. قلنا له بالطبع الهزيمة مش واردة أصلا، إزاي تفكر إن إحنا نتهزم؟ فقال لنا إن المراقبين الدوليين يرجحون فوز إسرائيل، وبأن ميزان القوة ليس في صالح العرب، بالإضافة إنهم غير مستعدين العرب، والموضوع من طرفهم مظاهرة عسكرية. بيقول سادنا الهجوم لباقي الجلسة. كان مويس ده أول من انصرف، حيث كان يسكن بعيدا. استمرت الجلسة بعد انصرافه، وقعدنا نهري بقى في الموضوع، ورجحنا إن الأخ مويس ربما يكون فقد قدرته على تقدير الأمور عشان خايف. طبعا قلنا إن مويس ابن العشرينات الذي لم يكن لديه أي ثقافة عسكرية ولا خبرات سياسية، وكل معلوماته جاية له من الأخبار المتداولة في الميديا العالمية، وإنه مش مؤهل بإننا نصدق توقعاته اللي بتتناقض مع توقعات قادتنا العظام العسكريين والسياسيين. فين أجهزة المخابرات العتيدة بتاعتنا اللي سمعنا عن أساطيرها؟ فين جيوشنا الجرارة؟ ده مويس ده بيستهبل، ده مويس نايم في العسل، فين؟ بيقول لقد كان جيلنا من الشباب يعيش حالة من الثقة بالنظام وبالمستقبل، وبأننا سنكون قريبا دولة كبرى. كنا مغيبين تماما، الإذاعات الأجنبية افتكر معايا كويس تتعرض للتشويش، نستمد معلوماتنا من خير رمضان ولميس وعمرو أديب بتاعت الصحف بتاعت أيامهم. كنا مفتونين بعبد الناصر، وبالرغم من كوننا نعيش في ديكتاتورية خانقة، الرقابة بتحكم كل شيء لحد الخطابات والتليفونات العائلية، كنا إذا تحدثنا في السياسة بما يناقض الرؤية الرسمية، ولا قلنا نكتة في مكان عام زي مقهى أو شارع، أو كنا ننظر حولنا ونتكلم بصوت خفيض، لقد كنا في حالة غيبوبة عبر عنها توفيق الحكيم لاحقا بعد النكسة بمسرحية عودة الوعي. بعد أن وقعت الكارثة تحققت باقي نبوءات مويس، اتقبض عليه وعلى كل اليهود المصريين ما عدا المسنين، وتم ترحيلهم لمعتقل الواحات عشان نضغط بيهم على إسرائيل. وعبد الناصر ما كانش يملك غير الورقة دي. وبعد كده تم ترحيلهم من محطة مصر بعد ما طلع في الجرايد عند عمرو أديب ولميس الحديدي إن أجهزة الأمن اصطادت الإسرائيليين دول ضمن لواء إسرائيلي كامل بيشتغل في مصر، وإنهم هيترحلوا الواحات. بعد عدة شهور أجبر مويس على التنازل عن ممتلكاته وكذلك عن الجنسية المصرية، هو وباقي المصريين اليهود، وتم شحنهم إلى أوروبا بدون أي مستندات تثبت أسمائهم أو مؤهلاتهم أو سنة ميلادهم، بلا نقود، بدون أي شيء على الإطلاق إلا ملابس بسيطة. مويس راح فرنسا، استقبلوه في فرنسا موظف إدارة الهجرة، وبعد أن رفض محاولات إقناعه بالهجرة لإسرائيل، الصليب الأحمر ساعده في أنه طلع وثائق مؤقتة وهاجر لكندا وحقق نجاح هناك، وبيتواصل مع بعض أصدقائه في كندا وأخبرهم عن الظروف في المعتقل اللي كان لا يمكن استيعابه لآلاف من اليهود المصريين، وإزاي كانت إقامتهم بالمعتقل ده قطعة من الجحيم. بيسأل ماذا حققنا نحن بعد انقضاء نصف قرن على درس بالغ القسوة؟ هل استوعبنا الدرس؟ هل تخلصنا من بعض عيوبنا التي قادتنا إلى النكسة بعد نصف قرن؟ زادت الفروق الاجتماعية وفروق الدخل إلى حدود غير مسبوقة وغير عادلة، مهددة السلام الاجتماعي، اتدهور التعليم والثقافة والإعلام، زاد الاحتقان والعنف الطائفي والعنصري، عاد الجيش إلى مواقع السيطرة ليست السياسية فحسب اللي قادتنا للنكسة، لكن كمان رجع كمان مسك الاقتصادية أيضا، فقرة العدالة هيبتها ونزهتها، وفقرة السلطة التشريعية الهدف من وجودها، وامتلأت السجون بالمعارضين. يبدو أننا في الطريق إلى نكسة أخرى تقودنا لمصير سوريا والعراق. هزيمة 67 كانت ساحقة ماحقة للجيوش العربية وخاصة مصر، وهيك لأنه كان خبير تجميل في الصحافة فسماها نكسة، ما سماهاش هزيمة. والنكسة في اللغة معناها التدهور من الشيء الجيد إلى الوحش،
مجرد وقعة صغيرة، لكنها ما كانتش نكسة، كانت وكسة. إنما هيكل حب يرفع عن المصريين، حب يدي للمصريين أمل إن دي مش آخر الهزائم وإن إحنا هنقوم تاني. النكسة كانت مش نكسة، هزيمة، كانت مدمرة لأحلام أجيال كثيرة جداً صدقت وأمنت بعبد الناصر وبمشروع يوليو. السؤال بقى اللي تم طرحه من 50 سنة أو أكتر ساعة الهزيمة، لماذا انهزمنا؟ هذا السؤال طرحه كل المفكرين وكل الكتاب وكل الفنانين، طرحوه ليه انهزمنا؟ لكن يبدو أن دروس الهزيمة اللي حصلت لنا في 67 ما زالت مستمرة، استمرت في وجود السادات ومبارك ولا زالت مستمرة حتى الآن. الأستاذ جمال سلطان بيقول لماذا نستعيد دروس نكسة يونيو الآن؟ أسباب الانكسار والهزيمة تحدثت عن خطورة غرق القيادة العسكرية وقتها في الحياة المدنية لدرجة الانشغال بمنافسات كرة القدم وصراعات الأندية ومشكلات الفنانين وترتيب الحفلات معهم وربما العلاقات واللهو والزواج والصراعات السياسية بين عبد الناصر وعبد الحكيم والانشغال بالنشاط الاقتصادي وإدارة الشركات والمصانع المدنية والمؤسسات اللي تم تأميمها أو السطو عليها، غياب الحريات العامة، سيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل البلد وانتشار الخوف وتهميش إرادة الشعب واستسهال تزويرها وبروز ظاهرة الوثنية السياسية بتأليه الزعيم القائد المنقذ الملهم اللي بدونه تنهار البلاد، لدرجة أن بعض المنافقين اعتبر أن مصر لم تهزم لأن إسرائيل لم تنجح في إسقاط الزعيم عبد الناصر، وتحدثوا عن غياب الشفافية وحظر المعلومات عن الناس وعن الإعلام والتي تصحبها غياب الحقائق، تحدثوا عن انتشار الدجل الإعلامي اللي انتشر في مصر بشكل فظيع وغسيل الأدمغة أو المخ للبسطاء والحديث عن عصر البطولات، حتى أفاقت البلاد عندما أفاقت على الكارثة ولكن بعد فوات الأوان. ينسبون إلى كارل ماركس العبارة الشهيرة: التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة. الأستاذ جمال سلطان الحقيقة حط إيده على المشاكل اللي وصلتنا ل 67، منها زي ما أنتوا شايفين كده إن القيادة العسكرية غرقانة في الحياة المدنية وده اللي بيحصل دلوقتي، مشغولة بمنافسات الأهلي وتركي آل شيخ وصراعات الأندية وده اللي بيحصل دلوقتي، عبد الحكيم عامر كان رئيس اتحاد الكورة، ومشغولة بمشكلات الفنانين وترتيب الحفلات معهم وربما العلاقات واللهو والزواج ده بيحصل، والصراعات بين السيسي وبين عبد الحكيم، ودور بقى انت عبد الحكيم مين النهاردة، والانشغال بالنشاط الاقتصادي وإدارة الشركات والمصانع المدنية والمؤسسات اللي تم تأميمها وده اللي بيحصل دلوقتي، غياب الحريات العامة وسيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل البلد وانتشار الخوف وتهميش إرادة الشعب ده اللي بيحصل دلوقتي، واستسهال تزويرها، اتفرج على المسرحية الأخيرة بتاعت الرئاسة، وبروز ظاهرة الوثنية السياسية بتأليه الزعيم القائد المنقذ اللي بدونه تنهار البلاد ده اللي بيحصل دلوقتي، لدرجة أن بعض المنافقين اعتبر أن إسرائيل ما هزمتش مصر أنها ما أسقطتش عبد الناصر ده اللي بيتقال للسيسي دلوقتي. تحدثوا عن غياب الشفافية وحظر المعلومات عن الناس وعن الإعلام اللي بتصحبها دائما غياب الحقائق، تحدثوا عن انتشار الدجل الإعلامي وقتها ده اللي بيحصل دلوقتي وغسيل الأدمغة أو المخ للبسطاء والحديث عن عصر البطولات حتى أفاقت البلاد على الكارثة. لماذا انهزمنا؟ اسأل أي حد عاش 67 قل له أنت كان حالك إزاي قبل 67 وأحلامك عاملة إزاي وإيه اللي حصل لك بعد 67؟ إحباط ما بعده إحباط، دجل ما بعده دجل، المصريين انهزموا نفسيا بعد 67، أحلامهم اتحطمت تماما تماما بعد 67. اللي يقول لك عكس كده قول له أنت مهرج، وارجع للمجلات والكتب والجرائد، ارجع لنوعية الأفلام اللي كانت بتنتج بعد 67، ارجع لموجة السخف حتى في الإنتاج السينمائي بعد 67. الحقيقة السؤال لماذا انهزمنا لحد دلوقتي ما تمش علاجه. الأسباب اللي حطها الأستاذ جمال سلطان حتى اليوم
لا زالت هي هي. بعد 67 جالنا السادات، مات عبد الناصر وجا السادات، واتقتل السادات وجا مبارك، وعملنا ثورة وجبنا رئيس منتخب اتشال بانقلاب عسكري وجابوا واحد تاني ماشي على نفس السكريبت، ماشي على نفس السيناريو، ماشي على نفس الباترون بالظبط. الجملة الأخيرة بتاع الأستاذ جمال سلطان مهمة، التاريخ بيعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة، لكنه في المرة الثانية بيعيد نفسه كمهزلة. عشان تعرف إن التاريخ بيعيد نفسه بالظبط زي قبل 67، اتفرج على الخبر ده. ننشر التشكيل الجديد لمجلس أمناء الوطنية لتدريب الشباب برئاسة السيسي. أصدر السيسي النهاردة قرار رقم كذا لسنة 18 بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة 3 سنوات برئاسة السيسي، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء طبعا بصفته، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفته. شوف دي ما فيش أسماء، ليه بقى؟ لأن رئيس مجلس الوزراء ممكن يتغير، وزير التخطيط ممكن يتغير، لكن اللواء عباس كامل باسمه، ممثلة لرئاسة الجمهورية، أحمد شرف باسمه ممثل لوزارة المالية، وعبد الحكيم صالحين، عبد الكريم صالحين، والدكتور أحمد زايد، والدكتور محمد طارق، ومحمد عبد القادر مش عارف مين، ويوهانسن يحيى، والدكتور وائل عبد الرزاق، والدكتور محمد شريف دلاور، والدكتور محمد صالح هاشم. الأكاديمية دي هي هي يا جماعة منظمة الشباب بتاع عبد الناصر. الأكاديمية دي ارجع بالتاريخ لورا هتلاقي عبد الناصر عمل اتحاد الاشتراكي ثم عمل منظمة الشباب. مش مصدقني، عندك حق، بس اقرأ عن منظمة الشباب، اقرأ عن الاتحاد الاشتراكي، اقرأ عن التنظيم الطليعي، أنظمة أو هيئات عملها عبد الناصر عشان يدخل فيها الناس اللي يضمن ولائهم ليه هو الأول، وكانت النتيجة إن الناس صحيت في 67 على هزيمة ما بعدها هزيمة. كانت النتيجة الصور دي، كانت النتيجة إن عبد الناصر اتهزم هزيمة ساحقة، مش هو، الوطن العربي كله. يبقى دلوقتي سؤالين مهمين. السؤال الأول، لماذا انهزمنا؟ وده جاوب عليه الأستاذ جمال سلطان. الخمس ست أسباب اللي حطهم دول هم دلوقتي، شوف انت رايح على فين. أما السؤال الثاني والمهم واللي هختم بيه الفقرة دي أو الفقرة دي، السؤال هو الناس اللي بتجري ورا التطبيع، الناس اللي بتعشق عيون إسرائيل دلوقتي، نسيوا الصور دي؟ دي صور لجنودنا وظباطنا بالالبسة والفانيلات، وهم بيتهانوا تحت مدرعات وأسلحة جنود العدو الصهيوني. نسيتوا الصور دي؟ نسيتوا الصور دي؟ كان الظباط بيقلعوا، بص ويحطوهم كده وتعدي عليهم المجنزرات وتسمع صوت طقطقة أدمغتهم تحت المجنزرات. كانت المجندات الإسرائيليات بيقلعوا الجنود دول ملط ويعبسوا بيهم. السؤال بقى، عارف ليه علي كانوا بيقلعوهم ملط بالالبسة والفنات؟ عارف ليه؟ دي رسالة لضباط الجيش المصري، لأن دول لما تم أسرهم كان الضابط بيقلع الكتافات بتوعه، يعني رتبته، وتبقى بدلته من غير رتبة زيه زي أي جندي. فالإسرائيليين يقولوا لهم مين فيكو الضابط ومين العسكري، فما يردوش، وكانوا يعملوا لهم حيل كده عشان يعرفوا مين الضابط ومين العسكري. من ضمن الحيل دي حاجة خاصة بالأكل أو الشرب، فلما الضباط يتقدموا يضربوهم بالنار. وبعدين الحيلة ما مشتش قوي، فقال لك خلاص هنعرف مستواهم الاجتماعي من ملابسهم الداخلية. فكانوا بيقلعوهم بالطريقة دي عشان يعرفوا من ملابسهم الداخلية مين العسكري ومين الضابط. بعد كده اقرأ الحقيقة الطريق لعتليت للأستاذ يسري فودة، واتفرج عليه، الجزيرة عملته حلقات، الأستاذ يوسف فود اللي عمله. اتفرج على شهادة الشهود، واتفرج على إهانة أبوك وعمك وجدك وهم بيهنوهم المجندات الإسرائيليات. ده
الجندي الإسرائيلي وهو بيهين العسكري أو الضابط المصري. السؤال نسيته ده؟ خلاص؟ ما عادش ده موجود؟ ما عادش الصورة دي بتهزك؟ ما عادش الصور دي بتخجلك من نفسك؟ ما عادش عندك دم بيجري في عروقك يخليك تغير حتى على كرامة الناس دي؟ السؤال التاني بقى، والحقيقة هي كلها أسئلة مهمة، يا ترى إسرائيل اديتنا حقنا في ده؟ الجندي جلعاد شليط اللي مسكته حماس حوالي 4 أو 5 سنين إسرائيل ما سابتوش. الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين أو كمال أمين لما أعدمته السلطات السورية إسرائيل فضلت وراه لحد ما جابت جثمانه. فين دول؟ فين حق دول؟ الفلاحين والصنايعية والضباط اللي اتهانوا الإهانة دي زي النهاردة 5 يونيو 67، فين حق دول؟ ليه مصر ما فتحتش مع إسرائيل ملف الأسرى دول لحد النهاردة؟ ويا ترى إسرائيل نسيت؟ فاكر انت لما كانوا بيحفروا التفريعة الجديدة بتاع القناة بتاعت السيسي اللي هنتكلم عليها بعد شوية؟ فاكر لما لقوا رفات جندي مصري مات من العطش واللي باقي منه اللبس بتاعه والحديدة البلاكة اللي بيلبسها الجندي؟ فاكر؟ أنا عايز أقولك إنك لو حفرت تحت أي حتة في سيناء هتلاقي رفات لجنود مصريين تم قتلهم غيلة وغدر بالطريقة دي. السؤال للصهاينة العرب والمصريين، نسيت يا عبد المنعم سعيد؟ نسيت؟ وإذا كنت أنت نسيت ومتسامح، يا ترى الصهاينة بينسوا دمهم؟ الصهاينة بينسوا طارهم؟ بينسوا حد اتقتل لهم أو اتأثر ليهم؟ ده بس كان السؤالين، لماذا انهزمنا؟ والسؤال التاني للصهاينة العرب، نسيتوا ده؟ خلينا نطلع فاصل ونبدأ الحلقة.